كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. نقول بأنه هناك مجموعة أماكن فيها رداءة في التعليم، كاين رداءة في الخدمات. نحن من جينا من المدرسة العمومية المدرسة الخصوصية، كانت عندنا مجموعة ديال التطلعات. هذه كثير من المؤسسات حتى لا نعمم لا توفر هذه التطلعات للآباء. كاين مؤسسات اللي كتعاني من الاكتظاظ، كاين مؤسسات اللي كتعاني من ضعف الأطر. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للوقفة الاحتجاجية اللي قامت بها المجموعة ديال الآباء والأمهات وأولياء تلاميذ المدارس الخصوصية، جات لاعتبارات من طبيعة الحال يعلمها الجميع، هو أن أرباب المدارس الخصوصية تطالب بالأجر الكامل، إلا أن المتضررين من طبيعة الحال كي يبديوا الرغبة ديالهم التفاوض بين قوسين مع هذا أرباب المدارس الخصوصية. الأداء 50% فقط من الواجبات الشهرية، وذلك على أساس أن الخدمة مقابل الأجر تم الإخلال بها، واللي هي كاينة في العقدة بيننا وبين هذا الأرباب تاع المؤسسة الخصوصية. والإشكال الكبير اللي لقيناه احنا كآباء وأولياء وأمهات التلاميذ هو أن السيد المدير نتاع الأكاديمية بعد ما تقدموا الإخوان اللي في اللجنة نتاع التواصل واللي في اللجنة نتاع التسمح باش يجلسوا معاه ويشوفوا معاه الوساطة قصدات سويات هذا الملف، هذا اللي أضحى اللي أصبح يطفو إلى السطح على المستوى الوطني، وإن لم أقول حتى على المستوى الدولي. راه كانت الجزيرة الإخبارية تحدثت عليه مثلا في تونس وفي لبنان إلى آخره، واستبشرنا خيرا على أن المدير نتاع الأكاديمية غادي يستقبل الإخوان في واحد الجو ديال الحوار وفي واحد الجو تاع الآخر من أجل إيجاد الحلول، إلا أنه استمر في العناد ديالو إلى يومنا هذا ويتجاهل المراسلات اللي كتقدمهم المجموعة. وبالتالي حنايا في ظل هذه الأجواء نتاع هذا الوباء، الله يلطفهم ويطلبوا ربي يهزوا على الأمة الإسلامية وعلى العالم كامل، توخاو السلطات المحلية بشخص السيد الوالي والممثلين تاع وزارة التعليم يشوفوا هذا الإشكال هذا. لأن إلا خذينا على سبيل المنطق، إلا افترضنا جدلا على أن المؤسسات الخصوصية تشترط وتؤكد وتدير كتقول لك أعطيني كامل الأجر، غادي تولي هي في العالم كامل هي المستثنات من المتضررين من وباء كورونا، علما بأن المؤسسات التعليمية راها قررت عن بعد وثمة إشكاليات وإشكاليات راقت الأطفال وقررتهم مع الزوج تاع الليل وما إلى ذلك. النقاش مستفيض في الحقيقة في الآخر، غادي نقتصر عليكم أن نحن كآباء متضررين نطالب تدخل عاجل تسوية الوضعية، ونقول لا للجاشع، ونقول نعم للتضامن، نعم للتضامن ما بين أرباب المؤسسات بطبيعة وما بين الآباء قصد تسوية هذا الملف اللي نتمنى وما يمشيش للمحاكم ويرهق القضاة نتاع المغرب بطبيعة الحال، لأن راه الإشكال هذا حقا خصها تسوية تكون شاملة وتسوية تكون واضحة إلى آخره. وأسجل هنايا بالمناسبة الغياب الشبه التام، لا أقول التام ولكن الشبه التام، ديال التمثيليات ديال جمعية آباء أولياء تلاميذ عند القطاع ديال المدارس الخصوصية جهة الشرق. وأضيف مسألة ثانية أحيي الأطر التربوية، لأن على ما أعتقد ورحنا قدام الصندوق المغربي للسينساس تاع السينساس، أتساءل واش بالفعل مسويين لهم وضعية ديالهم ولا مسويين، واش وتحية تربوية للأطر التربوية وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.